عليكم. اليوم رانيا مؤسسة المبيعات الخصوصية بأكادير، حاصل على شهادة البكالوريا باك اس بي تي بنزاز حسن جدا. الحمد لله كلنا فرحانين، انا الاصدقاء ديالي بنتائج ديالنا، وكنبغي نشكر المؤسسه ديالنا والاساتذه ديالنا وحتى والدينا اللي بقاو معنا وصبروا معنا، وحتى كان بريباراسيون صراحه شويه صعيبه وصبرنا. زعما هذا الشيء راجع المجهود ديال العام كامل، لا مع الاساتذه ديالنا لا حتى تعاوننا مع الاصدقاء ديالنا، والحمد لله كانت الظروف مزيانه باش دوزنا الامتحان. شويه ديال الخلعه او ديبي، ولكن الحمد لله كلشي داز مزيان. بالنسبه للناس اللي توقعوا كنبغي نبارك ليهم سميع الطيب خير العام كامل، وان شاء الله الخدمه باقي جايه للقدام باش انهم يقدروا ان شاء الله ياكسيديو للمدارس اللي بغاو. مروان جا، انا تلميذ دوزيام اني بكالوريا في مؤسسه المبيعات الخصوصيه في اكادير، وهذا العام تمكنت اني نحصل على ميزه حسن جدا في البكالوريا. هذا العام البكالوريا هو صراحه واحد العام صعيب، فيه بزاف ديال الجهود، فيه بزاف ديال ليكزيكتيونس، فيه بزاف ديال المتطلبات اللي كيتامبوزا على التلميذ، بحيث انه خص يكون غير واحد البيرفورمانس اللي مزيانه. ولكن بفضل مجهودات المؤسسه، بفضل مجهودات الاطر التربويه، بفضل مجهودات الاساتذه خصوصا الحارس العام والاداره والمدير التربوي، بفضل كاع هاد المجهودات هذه تمكنت انني نحصل على النقطه اللي حصلت وعلى الميزه اللي حصلت. دونك هذا العام كان صعيب ولكن اللي بغيت نوصل لكم هو انه الباك راه امتحان تيست كيتيستي لي كونيسونس ديالك. دونك حاول انك تخدم مزيان في الدار، خدم مع الاساتذه ديالك في القسم ديالك، شارك، حفظ، راجع، خدم تمارين، كلشي غيكون مزيان. السلام عليكم، معكم اسيا بوم، مؤسسه الانبعاث الخاصه شعبة علوم فيزيائيه، حاصل على الدعم على البكالوريا بموسيون تخي بيان الحمد لله. من هذا المنبر هذا بغيت نشكر كاع الاساتذه ديالي والمؤسسه اللي خدموا معنا ووقفوا معنا من الاول دعم حتى لدابا، ما فرطوش فينا صراحه، ما خلاهم ياخذوا معنا ولا يوقفوا معنا، وعطونا كاع داكشي اللي كان خاصنا من الديتاي الاساليب اللي كان خاصنا باش نجيبو مزيان. الحمد لله جبنا مزيان، كان شويه ستريس قبل ولكن داكشي دوزناه. دابا الحمد لله راه النتائج زوينين، ووالدينا فخورين بينا وحنا بريوسنا فخورين بريوسنا صراحه الحمد لله. ومن هذا المنبر هذا بغيت كاع التلاميذ المقبلين على البكالوريا العام الجاي نصيحه واحده، ما تخافوش، داكشي راه غادي يجي ساهل. العام صراحه داز زوين وخدموا مزيان، وان شاء الله ما غتلقاو الا داكشي يعني علاش خدمتو، وراه لي بروف ديالكم غيفرطوش فيكم وغيخدمو معاكم مزيان. وبالنسبه للناس اللي جابوا الاستدراكيه وما قدروش يدوزوا هذا العام، ما تيأسوش عافاكم وخدموا مزيان، وان شاء الله راه غتجيبوا الباك ديالكم. مسيد عدي، حارس عام مؤسسه الانبعاثات الخصوصيه، حارس عام بالمستوى الثاني بكالوريا. بعد المناسبه كنهنيو التلاميذ الثانيه بكالوريا على النتائج المتميزه اللي حققوها في جميع الشعاب، اللي ابانوا على علو الكعب ديالهم، ولا دائما تلاميذ الانبعاث كيصرفونا بهذا النتائج هذا، وهذا الشيء اللي كيبرهن على 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 العمل الدؤوب والعمل الصادق اللي كاين في مؤسسه الانبعاث، يعني من المستويات التمهيديه الابتدائي الاعدادي الثانوي التاهيلي. وكيتوجوا هذا العمل هذا كله كيتوج بالنتائج اللي كتحققها المؤسسه، وكنتمناو للتلاميذ ديالنا التوفيق في المسيره الدراسيه المستقبليه ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.